دكتور احمد اسماعيل طب ازهر مصاب من المستشفى الميداني في يوم المنصه. نادي الاسعف الناس نسعف المصابين على حضر الغرفه. فاستشهد على دقيقه واحد واخد رفوفها المخ. وبعديها بدقائق انا جرعات شرطه ضربت علينا فرطوشه صوت حي وانا وصلت بالفرطوشه في جميع اجزاء من اول يوم من 28 حضرت كل المواقع سواء مذبحة السجادين أو في رمسيس أو خد مزعفة وصول تذكاري. لما شفت دم إخواتنا بيقتلوا يعني بدون أي ذنب نازلين في مظاهرات سلمية تماما اللي لازم من خيرة الشباب سواء علما أو أدبا أو خلقا. أنا ما شفتش أخلاق في حياتي زي شباب ديت، ما تعدش على حد لا بلفظ ولا بإيد ولا بأي حاجة، ويقتلوا بدم بارد تماما. وطن على المجلس العسكري بيعملوا الشرطة في حق المتظاهرين السلميين، مش معقول كل مره شويه يهجموا يقتلوا لهم 100 200. طبعا ده اعمال بلطجه مش اعمال نظام ودوله والكلام ده.